لم ترغب ياسمين المهيري مهندسة الاتصالات في فرصة عمل تقليدية في إحدى الشركات الكبرى، ولكنها فكرت منذ 5 سنوات في إقامة مشروع صغير، وهو موقع سوبر ماما على شبكة الإنترنت لتقديم نصائح للأمهات من خلال خبراء، حتى وصل عدد الأمهات المشاركات إلى حوالي 350 ألف أم. وبالطبع لأنها شركة صغيرة تواجه ياسمين بعض المشاكل وتحتاج من حين إلى آخر إلى إرشادات، ولهذا شاركت في برنامج ومضة لتمكين رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والرائد هو صاحب المشروع الصغير أو الأنتربرنور. واحدة من أهم الفعاليات كانت الجمع بين مجموعة من هؤلاء الرواد وخبراء في إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعرفون بالمنتورز أو المرشدين في فعالية عرفت بالتواصل والإرشاد أو ميكس منتور. الهدف من الايفنت ميكس اند منتور هو خلق فرص تعارف بين ريادي الاعمال او الانتربرينورز واشخاص ممكن يساعدوهم، ممكن يكونوا مستثمرين، ممكن يكونوا ريادي اعمال عندهم خبره اكثر منهم. اليوم نحن هدفنا نقدر نمكنهم بالمعلومات، نمكنهم بالتمويل، ونمكنهم بكل التولز حواليهم تقدروا يكبروا شركهم. محطه ام بي سي كانت شريكا في ميكس اند منتور. ام بي سي فنتشرز نحن هلا حاليا نحن منتورز بميكس اند منتور بكايرو بكل الايفنتس الثانيين اللي بدهم يعملوها بالمنطقه. ام بي سي فنتشرز مشروع طلع من استراتيجي وتطوير الاعمال بشركه ام بي سي. نحن مستثمرين بشركات كثير مختلفه بمجال الاعلام، ستارت ابس بنسميهم ستارت اب. شارك في هذا اليوم حوالي 300 من رواد ومرشدي أعمال، وبين النقاط التي جرى مناقشتها هي كيفية بناء فريق العمل وجمع الأموال والإعلانات. في برضو حاجات بيساعدونا فيها ان احنا ازاي نفند ريزر عشان البيزنس بتاعنا يكبر اكتر، والتكنولوجيا ادتك اذرع طويله جدا انك تصدري منتجاتك، تغيري في الايكونومي، تغيري في الكالتشر، تغيري في السياسه. ويعتقد الخبراء في هذا المجال أن المشروعات الصغيرة التي تصل نسبتها في الوطن العربي اليوم إلى حوالي 70% هي الأمل الأكبر للنهوض بالاقتصاد العربي في الفترة القادمة. تعمل ومضة على مساعدة هؤلاء الشباب على النجاح بشتى الطرق لإيمانهم بأن مستقبل المنطقة العربية سيعتمد على هذا النوع من الاقتصاد. سمر بشات، العربية، القاهرة.